خوتي المغاربه السلام الساكنه ديال بني ملال. الان كنتواجدوا امام المسبح البلدي في بني ملال اللي هو المنتزه الوحيد والفضاء الوحيد اللي كيتنفسوا فيه ولاد الشعب وكيجيو يعوموا فيه ولاد الشعب والفقراء كما تتعرفوا. علاش جينا اليوم نديروا هذا الفيديو؟ حيت هو شهر 7 هذا ومازال ما تحلش هذا المتنفس الوحيد، ولاد الشعب كيتسائلوا علاش ما تحلش هذا المسبح، علاش ما تحلش هذا المسبح في ظل هذه الظرفيه هذه. ودابا واحد الاخبار تطروش في الفيسبوك بان المسبح البلدي تحجز من طرف واحد المقاول دعا المجلس البلدي لبني ملال، دعاه كسب قال لك هذا المسبح البلدي كان حجز. ها هو ها الورقه اللي كان الحجز في الاول تحفظي، دابا ولا حجز تنفيذي. ها هذه ورقه مسربه في الفيسبوك، ها هي ها هي رئيس المجلس البلدي ضد رئيس المجلس البلدي بني ملال لفائده واحد المقاول داعي لذكر الاسم ديالو. كما تتشوفوا هذا هو المتنفس الوحيد اللي عند بني ملال، في ظل غياب المتنفسات، في ظل غياب فضاءات الترفيه، في ظل وجود معدل الجريمه اللي ولا كبير بالنسبه للقرقوبي وماحيه، ان ولادنا اللي تيبغيو يعوموا ويجيو يتنفسوا تيبقاو في الحي ديالهم، تيلوط صداع تيلوط المشاكل كتولي المخدرات. ما علينا، فين تيعوموا دابا الدراري؟ دابا تيعوموا في واد الخضر، واد الخضر اللي كل سنه كيموتوا فيه 5 3 4 كل سنه، اللي معروف هاد لاريجيو كامله ديال بين بني ملال الخنيفره معروفه بالويد ديال الخضراء اللي تيعوموا فيها، اللي تيعوموا فيها ولاد الشعب. هذا هو المتنفس الوحيد. علاش هذا المتنفس الوحيد تحجز؟ علاش بوحدو هو اللي تحجز؟ بغينا نعرفوا علاش، علاش داروا بني ملال كامله ما تحجزات فيها حتى شي حاجه، تحجزات المسبح البلدي اللي هو ديال ولاد الشعب. كنعرفوا اي حاجه ديال ولاد الشعب كيرموا ليها، اي حاجه ديال ولاد الشعب كيشفروا فيها وكيخولوا فيها. حنا بغينا نعرفوا، بغينا الرد، الرد علاش المجلس البلدي ساكت دابا؟ هذه الوثيقه تسربت 15 يومين، علاش المجلس البلدي ساكت لحد الان؟ كما تتشوفوا هذا هو المتنفس الوحيد اللي خاص يداروا فيه سهرات، امسيات شعريه، يديروا فيها شي حاجه ديال الفن، فين يعوموا ولاد الشعب. شنو المطلب ديالكم دابا؟ المطلب ديالنا هو حنا الرد بعدا ديال المجلس البلدي هو الاول، ولا بيسين يبقى يتحل، بغينا يتحل بيسين في اقرب وقت، فين يعوموا ولاد الشعب. هذا المتنفس الوحيد اللي جاو وتحجز عليه. علاش يتحجز عليه؟ علاش؟ علاش؟ حيت بني ملال ما فيهاش اللي يدوي عليه ولا شنو؟ هما هذا المجلس هذا هو اللي كاين بوحدو في بني ملال، هذا هو المتنفس الوحيد اللي كاين. كاين لابيسينات ديال الخواص، راه ما يمكنش انا عندي 3 الاولاد غنديهم نخلص عليهم 50 درهم لواحد نخرج 200 درهم ولا 300 درهم وانا فقير. نجيب ولدي ب 10 درهم هنا نعاومو بخير، نعاومو حتى ب 15 درهم نعاومو بخير ونجي انا وياه. علاش ندي انا الستاسيون نبقى نخلص ونخلص ونخلص؟ انا فقير باغي نجيب ولدي، انا ما عنديش هذاك الفلوس باش ندي الخواص ولا الستاسيون. واش بني ملال كامله تخربات؟ العقارات عقارنا اراضي ديال اراضي كاع ديال البلديه تباعوا، السويقات الخايبات دايرين مؤسسه دايرين فيها 300 محل، مؤسسه تعليميه وتجي لابيسين توا ردوا، ترد حتى لابيسين ردوا توا محلات وديروا بحال الغدير حمراء ولا السوق تحتنا. ومازال غادي نفضحوا بزاف، ومازال غادي نجيبوا فيديوهات اخرين ديال هاد السويقات اللي قدام مؤسسات وديال ملاعب القرب وبزاف ديال الحوايج. لان هاد المجلس البلدي 30 سنة هو كاين، ولا ما عرفت 20 سنة هو كاين هنايا، والو ما دار لينا والو. اش دار؟ هما في الاخر حجزوا على المتنفس الوحيد، كاع المتنفس الوحيد حجزوا عليه. هاد المجلس البلدي خاصو يتحاسب. واش الناس دخلت على البارح في الانتخابات ما كان عندها والو، دخلت تا ولات عندها اكثر من 30 مليار، ولات المشاريع في الكوت ديفوار، في ماربيه، في بزاف ديال الحوايج. يا الحشومه وفهموا الناس، بغاو يخدموا هاد البلاد يحيدوا يخدموا، ما بغاوش يمشيو يتحاسبوا ويتحاكموا. وشكرا مازال رجعوا عاوتاني للجزائر ديال الحاج.